بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا شرح شابتر اللوكال انستيزيا ان بيدياتريك دنتستري. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان الكورنر ستون فور سكسسفل دنتال بروسيدجرز ان احنا نكون بينلس على قد ما احنا نقدر. فمهمتنا دايما ان احنا to minimize the pain and discomfort as much as we can. Sometimes some of our procedures ما نقدرش ان احنا نحقق فيها ان احنا نكون painless تماما, بس على قد ما نقدر هنحاول to minimize the pain, لان يعني بالذات واحنا pediatric dentists فاحنا غالبا اول type of dentist بيتعامل معاه ال child. فالchildren اللي بيتعرضوا ل very painful dental procedures وهم صغيرين دايما بيديفلوب a very negative attitude toward the dental environment. فمهمتنا دايما ان احنا نكون minimizing the pain and discomfort during the dental procedures عشان نديفلوب a positive attitude for this individual toward the dental environment. طيب ايه هي بقى local anesthesia؟ طبعا احنا عشان minimize the pain one of the techniques ان احنا ندي اللوكال انستيزيا. طيب اللوكال انستيزيا دي هي ايه الديفينيشن بتاعها؟ هي temporary loss of sensation. يبقى انا بلوز ذا سنسيشن ان ا بارت اوف ذا بودي بس temporary مش permanent, either by topically applying an agent or injecting an agent without depressing the level of consciousness. ولازم نعرف ان جزء من الديفينيشن ده مهم لان في تكنيكس تانية for the management of the children زي الفارماكولوجيكال مانجمنت اللي بناخدها بعد كده في الكونشس سيديشن, ان احنا لا ممكن نأثر على الليفل اوف كونشسنس اوف البيشنت سواء بمينيمال او مودريت او ديب سيديشن ليفل. لكن في اللوكال انستيزيا التشايلد بيبقى واعي وصاحي والليفل اوف كونشسنس بتاعه بيبقى طبيعي جدا. كل اللي بيحصل بس ان انا بيحصل temporary loss of sensation في البارت اللي انا اديته اللوكال انستيزيا. طيب ايه هي الكرايتيريا فور سكسس في اللوكال انستيزيا؟ اول حاجه ان انا اي بروبرلي كوميونيكيت وذ ذا تشايلد. يعني ما ينفعش اول ما يدخل على طول اروح حاطه الحقن على طول ومش مدياله اي تمهيد ولا اي حاجه. لازم اي بروبرلي كوميونيكيت ان انا بقول له انا لازم ابدا الاول انيم السنه عشان ما تحسش بحاجه, فيبدا يفهم انه في اجراء الاول هيحصل بعد كده هو مش هيبدا يحس بالالم. بعمل طبعا جود topical anesthesia لان مهمة topical anesthesia ان انا بعمل surface anesthesia فبدecrease the discomfort during the pricking of a needle, وبعمل slow injection للwarm solution of the local anesthesia, وفي نفس الوقت I proceed smoothly from the start to the finish. لان الstudies قالت انه مش اكتر حاجة painful في local anesthesia the pricking of the needle على قد ما pain بيجي اكتر من الflow of the solution. فكل ما انا عملت rapid injection كل ما انا كنت painful اكتر, لكن لما بproceed smoothly and in a slow manner ده بيقلل الاحساس بالpain during a local anesthesia. وطبعا I control the child field of vision, مش مسموح ابدا ان الchild يشوف السيرنج خالص او النيدل لان شكلهم بيكون مخيف. ف usually يا إما الدنتال أسيستنت بتناولني السيرنج from the back of the patient أو أنا بكونسيل it by any mean. المهم إن الشايلد ما يشوفش خالص السيرنج أو النيدل. طيب إيه هي الأناتومي أن الانفيجن؟ أول حاجة المجزلة بتبقى supplied بالسكند division of the trigeminal nerve اللي هو بنسميه المجزلري branch. ده بيسبلاي المجزلري investing structures والبقى الميوكوكا. المجزيلري برانش او المجزيلري نيرف ده بيبقى فيرذرلي ديفايدد لانتيرير سوبيريور الفيلر نيرف, ميدل سوبيريور الفيلر نيرف, وبوستيرير سوبيريور الفيلر نيرف. هنشوف كل مجموعه من السنين بتبقى سبلايد وذ ويتش نيرف. بالنسبه للمجزيلري سنترال لاترال انسايسرز والكاناينز البالب والانفستنج ستراكشرز والبكال ميوكوبيري اوستيوم بياخدوا من الانتيرير سوبيريور الفيلر نيرف. طيب لينجوالي أو palatary البالاتال ميوكوبيريوستيوم بياخد من النيزو بالاتاين نيرف اللي هي بتبقى موجودة النيرف ده بيبقى طالع من الفورامين اللي موجودة في المنطقة بتاعة الانسايسف بابيلا, وهو ده اللي بيسبلاي البالاتال ميوكوبيريوستيوم بتاع المجزيلري سنترال ولاترال انسايسرز وكاناينز. طيب المجموعة اللي بعدهم اللي هي المجزيلري بريمولرز
والميزيال هاف بتاع المكزيلري فيرست بيرمننت مولر ده بياخده من النيرف اللي بعد كده اللي هو الميدل سوبيريور الفيلر نيرف، سواء كان البال والانفستنج ستراكشرز والباكال ميوكوبريوستيوم. بالاتالي بياخده البالاتال ميوكوبريوستيوم بياخد من الجريتر بالاتاين نيرف اللي هو بيبقى ايمرجنج من الجريتر بالاتاين فورامن اللي هي موجوده بوستيريورلي في البالات. المجموعة اللي بعد كده اللي هو بيبقى distal half of maxillary first permanent molar وال second maxillary permanent molar البلب والانفستنج structures والبقى الميكوبريوستيوم بياخد من posterior superior alveolar nerve. palatally البالاتال ميكوبريوستيوم برضو بياخد من greater palatine nerve اللي بيسبلاي البريمولرز. طيب في المانديبل عندنا المجموعة الأولى اللي هم المانديبولر سنترال ولاترال انسايزرز وكانينز البلب والانفستنج ستراكشرز بياخدوا من التيرمينال برانش بتاع الانفيريور الفيلر نيرف اللي هو بيسموه الانسايزف نيرف. البقى الميوكوبريوستيوم بياخد من المنتال نيرف واللينجوال ميوكوبريوستيوم بياخد من اللينجوال نيرف. المانديبولر بريمولرز البلب بياخد من الانفيريور الفيلر نيرف، البقى الميوكوبريوستيوم من المنتال نيرف زي الانتيريورز، واللينجوال ميوكوبريوستيوم من اللينجوال نيرف. اما المانديبولر فيرست وسكند بيرمننت مولرز البلب بياخد من الانفيريور الفيلر نيرف، بقلي البقى الميوكوبريوستيوم بياخد من اللونج بقل نيرف، ولينجوالي اللينجوال نيرف هو اللي بيدي اللينجوال ميوكوبريوستيوم. طيب اللوكال انالفيزيا ارمومنتاريا او الانسترومنتس اللي بنستخدمها، اول حاجه خالص هنتكلم عن التوبيكال انالفيزيا او السيرفيس انالفيزيا، دي سواء كانت جل او سبراي او باتشز هي بتديني زي ما قلنا السيرفيس انالفيزيا والافكتيف دث بتاعها مش بيعدي ال 2 او 3 مليمترز. الهدف بتاعها كله انها تو ريديوس الديسكومفورت ديورينج الانيشال بينيتريشن اوف ذا نيدل، بس فكره البريكنج اوف ذا نيدل هي بتدي بس سيرفيس انالفيزيا عشان تقلل الاحساس بتاع البينيتريشن اوف ذا نيدل. التايبس بتاعتها يا اما بنزوكين وده استر تايب، يا اما ليدوكين او زايلوكين وده بيبقى تبع الامايد تايب. طيب اشهر نوع احنا دايما بنستخدمه هو البنزوكين ال 20% وهو بيعتبر البيست توبيكال انستيك ايجنت، اولا لانه الدبث اوف بينيتريشن بيبقى فروم 3 تو 5 مليمترز، بيبقى عنده الليست توكسيك سايد افكتس عشان هو بولي ادزوربد في الكارديوفاسكولار سيستم، وعنده برونج ديوريشن اوف اكشن ممكن يوصل ل 10 او 15 مينتس. هو بيبدا الاكشن بتاعه انيشيالي بعد 30 سكندز وممكن نويت to 2 to 3 minutes عشان يحصل ال proper intensity of the action. طيب البقيت بقى اللوكال انستيزيا تبقى ايه هي الانسترومنت بتاعتها؟ طبعا بيبقى عندنا الاسبيريتنج سيرنج، وليه بنستخدم الاسبيريتنج سيرنج؟ عشان to avoid the intravascular injections عشان نطمن ان احنا مش جوه blood vessel، فبنعمل aspiration. الديسبوزابل نيدلز سواء كانت لونج شورت او اكسترا شورت، اللونج نيدلز بنستخدمهم في حاجه زي الانفيريور الفيلر نيرف بلوك، ممكن نستخدم شورت نيدلز في الانفلتريشن انستيزيا. وتالت حاجه بتكون الكاربول. الموست كومن يوز طبعا تايب اوف الانستيزيا اللي بنستخدمها غالبا بتبقى 2% ليدوكين مع الفالتو كونستريكتور اللي هو الادرينالين، بيبقى البرسنت بتاعته من 1 لـ 80,000. طب ليه بنحط او ليه بيبقى فيه vasoconstrictors في local anesthesia؟ أكتر من سبب. أول حاجة عشان delay the absorption of the drug ونعمل prolonging the duration of the action، وفي نفس الوقت يكون فيه less bleeding في الفيلد وless systemic toxicity. طب ال vasoconstrictors بيكونوا contraindicated زي لو patients عندهم thyrotoxicity أو hypertension أو asthma، فساعتها بنستخدم لهم البلين انستيزيا مش الانستيزيا with vasoconstrictors. طيب في anatomical differences between the adults and children. اهم anatomical difference ان احنا عندنا المانديبولر فورامن لما بنيجي ندي الانفيرير الفيلر نيرف بلوك ما بتبقاش في نفس البوزيشن في الادلتس. ليه؟ لان مع الادلتس بيحصل uprightening للريمس، فال المانديبولر فورامن بتبقى مش في البوزيشن اللي موجوده فيه وهو تشايلد. طب المانديبولر فورامن في التشيلدرن بتبقى مور بوستيرير ان ات لوور ليفل، ومهم قوي نعرف كده عشان يعني هي مش على يعني احنا لما بنيجي ندي الانفيرير الفيلر نيرف بلوك في الادلتس بنبقى تقريبا عند الاوكلوزال ليفل، لكن لا في التشيلدرن ده احنا بنبقى ات لوور ليفل ومور بوستيرير.
طيب في رول تانية كمان مهمة نعرفها بالنسبة للتشيلدرن، ان احنا عندنا الدنسيتي اوف بون بت انكريز باي ايج، ده معناه ان التشيلدرن عندهم less dense bone. طب ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت حاجة زي كده؟ انه مثلا فور اكزامبل التشيلدرن ان مثلا under 4 years of age ممكن نديهم infiltration anesthesia for المانديبولار مورلز، مش لازم ندي inferior alveolar nerve block لان الانستيزيا will penetrate وتبقى profound. طيب التكنيك هنا مين وسبلمنتال تكنيكس. المين تكنيكس زي مثلا انفلتريشن انستيزيا او الانفيرير الفيلر نيرف بلوك. السبلمنتال تكنيكس زي مثلا الانترا ليجمنتري او الانترا بالبال دول يعتبروا سبلمنتال. طب اول تكنيك خالص اللي هو الانفلتريشن انستيزيا، ده بنستخدمه فور البكال انفلتريشن لكل الماكسيلري تيث. المانديبولر انتيرير تيث برضو بنستخدم لهم البكال انفلتريشن. زي ما قلنا المانديبولر بوستيرير تيث في اليونج تشيلدرن ممكن عشان الليس دنسيتي اوف بون نستخدم الانفلتريشن انستيزيا. طيب في ممكن ندي الانفلتريشن انستيزيا ونحقق البالاتال انستيزيا بيها، بس احنا في التشيلدرن مش بنستخدم البالاتال انجكشن، بن افويد ات عشان هو بينفل قوي، فبندي بديل عنه الانترابابيلري انجكشن. طيب الانفلتريشن انستيزيا السوليوشن از ديبوزيتد في السوبرا بيريوستيال ريجن وبي انفلتريت للالفيولار بون وبي ريتش ذا روت ايبكس. زي ما قلنا البون اوف ذا تشيلدرن از مور بيرميبل ذان ادلتس، فانا محتاج لس اماونت اوف سوليوشن بتبقى enough to produce the anesthesia. ممكن ادي about 1 مليليتر. بن افويد زي ما قلنا الدايركت بالاتال انجكشنز وبندي بديل عنها الانترابابيلري انجكشنز عشان هي بتبقى painful ف we should avoid. طب فكره الانترابابيلري انجكشن ان انا بعد ما بدي الانفلتريشن انجكشن بتاعي العادي في البكال تيشوز بويت فور 1 مينت وبعدين بكريسيد في الانتردنتال بابيلا سواء بحط ميزيلي اند ديستلي سمول اماونت اوف ذا سوليوشن باباس ذا نيدل هوريزونتالي من البكال لللينجوال ان اي ديبوزيت فيري سمول اماونت اوف اللوكال انستيزيا سوليوشن. طيب بعد كده بنيجي للتكنيك تاني المهم اللي هو الانفيرير الفيلر نيرف بلوك اللي انا بعمل بيه انستيزيا للمانديبولر تيث كلها لغايه الميد لاين للبادي اوف ذا مانديبل والانفيرير بورشن اوف ذا ريمس والبكال ميوكوبيريوستيم بتاعه كل المانديبولر برايمري تيث ات ذس سايت. طيب في عندي الانتيرير 2/3 اوف ذا تانج والفلور اوف ذا كافيتي بياخدوا من اللينجوال نيرف وكذلك اللينجوال سوفت تيشوز بتوع البيريوستيم. طيب التكنيك بتاع الانفيرير الفيلر نيرف ازاي؟ لما بنيجي اولا نعمل ديب اوبراتيف او سيرجيكال بروسيجرز للمانديبولري برايمري او بيرمننت تيث بندي الايه الانفيرير الفيلر نيرف بلوك. وقلنا التيب المهمه اللي احنا نعرفها ان المانديبولر فورامن في التشيلدرن بتبقى تمور بوستيرير اند لوور ليفل. طب التكنيك نفسه ازاي؟ I lay the thumb on the occlusal surface of the molars. التيب اوف ذا ثامب اوف ذا ثامب بتبقى ريستنج على الانترنال اوبليك ريدج والبول اوف ذا ثامب بتبقى ريستنج في الريترومولر فوس. بسبورت الماندبل بتاعي بالبول اوف ذا ميدل فينجر وبتبقى ريستنج على البوستيرير بوردر اوف ذا ماندبل زي ما بالظبط كده واضح في الصوره. وبعدين السيرنج بيبقى دايركتد فروم الاذر سايد بتوين ذا تو برايمري مولرز اون ذا اوبوزيت سايد اوف ذا ارش. يبقى انا بلاي ذا ثامب في الاوكلوزال سيرفيس وبالتيب اوف ذا ثامب بيبقى ريستنج على الانترنال اوبليك ريدج والبول اوف ذا ثامب ريستنج على الريترومولر فوسا. المانديبل اي شود سبورتد بالميدل فينجر بيبقى اون ذا بوستيرير بوردر اوف ذا مانديبل والسيرنج بتبقى بريسيدد فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا ارش. بانجكت سمول اماونت الاول، اول ما بحصل بنتريشن بويت فور 5 سكندز وادفانس النيد اباوت 4 مليمترز وبدي حوالي ربع الكارتج وبعدين I stop and aspirate. ببدأ أسحب أن أعمل الأسبيريشن وأتأكد أن مفيش بلاد بيطلع معايا في السيرنج، أطمن أن أنا مش موجودة في أي بلاد فازل والأسبيريشن يبقى نيجاتيف، يبقى I should advance لغاية ما بقابل البوني ريزيستنس. الدكس حوالي بيبقى about 15 ملي مليمترز وبديبوزيت about 1 مليليتر of the solution around the inferior alveolar nerve. طب افرض ان انا لما دخلت ما دخلتش كل الدبس ده ولقيت نفسي خبطت في البون too early، ده معناه ان انا خبطت anteriorly قوي، ف I withdraw the syringe حوالي
one quarter the length of the needle بسيبها في التشوز وبري position النيدل تاني ميزيلي. ميزيلي معناها ان النيدل دخلت posteriorly اكتر. لما انا باجي reposition السيرنج ميزيلي عند الاريا of the cuspid مش الاريا of المولرز يبقى انا كده النيدل بتبقى preceded more posteriorly وانا كده هدخل اكتر في البوزيشن بتاع المانديبولر فورم. وبستنى بعد ما بعمل الانجكشن بتاعي from 3 to 5 minutes عشان ابدأ الدنتال تريك. طيب وانا بدي الانفيرير الفيلا نيرف بلوك بعمل في نفس الوقت اللينجوال نيرف بلوك ازاي؟ وانا بوذدرو ذا نيدل بابدأ ديبوزيت سمول كوانتيتي اوف ذا سوليوشن وكده اللينجوال نيرف بيبقى عندي انستيزد. فده انا بعمل اللينجوال نيرف بلوك ديورينج الانفيرير الفيلا نيرف بلوك. طب امال امتى بدي بحتاج اعمل حاجه زي اللونج باكال نيرف بلوك؟ ان انا بعد ما اديت الانفيرير الفيلر نيرف بلوك بحتاج كمان ادي لونج باكال نيرف بلوك لو انا هعمل اكستراكشن للمانديبولر بيرمننت مولرز. فساعتها بدي لونج باكال نيرف بلوك ان انا اي ديبوزيت السوليوشن في الميوكو باكال فولد ديستال اند باكال تو الانديكيتد توث. ده بس في الكيس اوف الاكستراكشن اوف المانديبولر بيرمننت مولر، لكن في اي بروسيدير تانية بحتاج بس الانفيرير ارجل نيرف بلوك. طيب one of the supplemental injections اللي هما الانتراليجمنتري انجكشن او البيريدونتال ليجمنت انجكشن. طيب البيريدونتال ليجمنت انجكشن يا اما بنديه بالسيرنج العاديه يا اما بنجيب سبيشال سيرنج. الفكره بتاعتها ان هي بتبقى شورت او الترا شورت و30 جيج نيدل بتبقى accepted. طب ايه الادفانتجز بتاعت البيريدونتال ليجمنت انجكشن؟ اولا هو less uncomfortable، هو highly recommended for two young or disabled patients، ما بيعملش انثيزيا لللبس والتونجز فما نخافش من التروماتيك ulcers اللي بتحصل sometimes as side effect. بي require very small quantity of anesthetic solution والانالجيزيا بتبقى obtained very quickly. بس هو ليه برضو some disadvantages. اولا ان هو بيبقى minor pain following its use for restorative treatment، ممكن يحصل tissue damage لان انا بدخل في الانتراليجمنتري فممكن يحصل injury للtissues. لو الchild ده الهيجين بتاعه مش كويس وممكن يكون في كالكلس او اي ماتيريال ممكن تبقى انفكتد ممكن تدخل في الجنجيفال كريفس وانا بعمل الانتراليجمنتري انجكشن. وفي نفس الوقت هو كونترا انديكيتد فور ذا يوز في البرايمري تيث لان انا ممكن ادامج الديفلوبينج بيرمننت توث. طيب في نوع تاني من الانجكشنز اللي هو الجت انجكشن او النيدل فري انجكشن بيسموها السيري جت، ودي كل فكرتها ان هي بتبقى كومبريسبل سيرنج وبتطلع السوليوشن اندر فيري هاي بريشر فبي انجكت ثرو الميوكس ممبرين و انتو ذا بون تو ا ديبث اوف 1 سنتيمتر. طيب هو ده بيبرديوس بس سيرفيس انالجيزيا او سوفت تيشو انالجيزيا وهو يوزد مثلا بيفور البينفل انجكشنز زي البالاتال انجكشن. هو كويك وبينلس ممكن بس يعمل شويه ابربتنس او ماي كوز انكزايتي. هو ممكن نستخدمه في الانالجيزيا بس لو فيري لوس برايمري تيث او حاجه ماينر اورال سيرجري او رابر دام كلامب ابليكيشن. يعني هو مش بيبقى ليه انديكيشنز كتيره، هو مور اور ليس بيعمل بس سيرفيس انالجيزيا فمش بستخدمه قوي في بروسيجرز زي مثلا قلب او ريستوراتيف بروسيجر. طيب ايه هي الديس ادفانتجز بتاعته؟ زي ما قلنا هو دي سبيشال سيرنج اللي هو السيري جل فهو هاي كوست اند نوت وايدلي يوزد. طيب ايه هو الادمنستريشن بروتوكول بقى الانستيزيا؟ اول حاجه ان احنا بن prepare the child زي ما قلنا لازم ن properly communicate with the child و avoid using of any fear promoting words. بنقول له بس ان احنا هننيم السنه. do not promise the child of a painless injection. عمرنا ما بنقول له ابدا مش هتحس بحاجه او مش هتحس باي وجع، لا انا بقول له انا هدي انا هنيم السنه بالراحه على قد ما اقدر، لكن ما بقدرش خالص اوعده ان مش هيحس بحاجه خالص لانه طبعا بيحس some pain. ف do not promise the child of a painless injection. كل اللي انت ممكن تقوله له ان انا هشتغل بالراحه على قد ما اقدر، ما تقلقش، حاجات زي كده.
لكن ما تقولوش ما فيش وجع خالص مش هتحس بحاجة، لا ما بنتحبش على العيان لأنه هو بيحس. طبعا ما بنفعش نعمل تال وشو ودو للسيرنج، عمرنا ما بنوري الشايلد خالص السيرنج أو النيدل، لكن ممكن أعمله مثلا شو إن أنا مثلا هتحس بضغطة فضغط مثلا على كتفه كأنه بيبدأ يحس بشوية بريشر، ده اللي أنا ممكن أعمله، لكن I do not show the syringe at all. وبن instruct the parents not to interfere. كتير من أولياء الأمور وإحنا بنشتغل نقوله ما تخافش ما تخافش من الحقنة، إحنا بنخليها ما تتكلمش خالص، ولو هي قالت لفظ الحقنة ده إحنا بنقول لها لأ إحنا ما عندناش حاجة غير الدش، إحنا هنستخدم الدش أو الرشاش أو أي كلمة أنت بتستخدمها بديل للحقنة، ما بنحبش نقول كلمة حقنة خالص ممنوع. فإحنا بنقول مثلا إحنا هننيم السنة بالدش اللي معانا، إحنا هنطلع شوية مية ننيم السنة، حاجة زي كده، لكن ما بنقولش لفظ حقنة خالص. طيب الـ patient position بيبقى الـ head والـ heart parallel للـ floor والـ feet slightly elevated. و positioning the patient in this manner ليه؟ عشان نقلل فكرة انه يحصل له syncope، ان احنا زي ما بنكون كده في supine position فبنزود الـ blood flow للـ brain، عشان لو هو anxious او حاجة يبقى الـ blood flow كويس للـ brain. طيب بعد كده بن apply الـ topical anesthesia. الأول طبعا بنعمل dryness للميوكوس من برين، وبن apply topical anesthesia وبن give sufficient time for the topical anesthesia to work. The most commonly used type اللي هو 20% benzocaine. The initial action بيبقى after 30 seconds وممكن ن wait for 2 to 3 minutes عشان الأكشن يوصل لل maximum intensity. وبعدين بن warm the local anesthetic carpool between our hands وبن apply pressure على الانجكشن سايت وبن stretch التيشوز. لازم نكونسيل ذا سيرنج وباي باسيفلي سبورت التشايلد هاند. ممكن جدا اجيب الام واقول لها بس هو يحط ايده على بطنه وايه حضرتك حطي ايدك على ايده عشان بس تطمنيه عشان ما يشدش السيرنج او يعمل اي حاجه. وطبعا بن سبورت الهاد اوف ذا تشايلد وبن ديستراكت التشايلد اتنشن. ممكن بقى تقول له ارفع رجلك خد نفس اي حاجه تعمل بيها distraction the child attention. وبت inject a few drops and then wait and then inject slowly the rest of your solution. بندي about 1 milliliter of the solution وبنستخدم ال finest gauge needle اللي هي بتبقى about 30 milliliter. Sometimes بنستخدم ال infiltration anesthesia في very young children instead of the inferior alveolar nerve block. وبن avoid the palatal injections وبن use instead of it the intrapapillary injection لما بنكون بنعمل الـ extraction of the maxillary teeth. طيب ايه هي الـ complications of the local anesthesia؟ اول حاجة يعني اخطر حاجة عندنا بتبقى الـ overdose او الـ anesthetic toxicity. هي بتبقى rare في الـ adults بس في الـ children بتبقى more common عشان الـ lower body weight. فـ most of the adverse drug reactions that occur from 5 to 10 minutes after the injection. The overdose of local anesthesia بتبقى caused by very high blood level of the anesthetic. سواء أنا عملت intravascular injection أو ما حسبتش الدوز بتاعت الأنستيزيا مظبوط. طيب إزاي بحسب الـ maximum recommended dose for children؟ في عندنا كذا طريقة. الطريقة الموجودة عندكم في التكست بوك إن أنا بحفظ الـ equation دي إن أنا 4.4 milligram لكل كيلوغرام body weight. يعني for example لو الطفل بتاعي ده about 20 كيلوغرام body weight واحنا مثلا بنستخدم مثلا اللي هو الليدوكين مع البازوكونستريكتور، فبضرب ال 4.4 في الويت بتاع التشايلد اللي هو فور اكزامبل لو هو 20 كيلوغرام هيبقى 88 ملي جرام. طب اللوكال انستاتيك كاربول بتاعتي اللي هي الليدوكين مع البازوكونستريكتور دي حبايبي بتبقى 36 ملي جرام، فاي ديفايد ال 88 على 36 فتطلع لي حوالي 2.48 كاربول، يعني حوالي بياخد 2 كاربول ونص. في طريقة تانية دي اللي أنا يعني حافظاها عشان أنا بنسى شوية الإكويشنز، أنا يعني لقيتها سهلة، هي rule of 25. إيه هي rule of 25 دي؟ يعني 25 pounds one carpool for every 25 pound. pound ده هو ال weight of the child. طب إحنا هنا في مصر ما بنستخدمش ال pounds، إحنا usually ال parents بيبقوا عارفين ال weight of the child بالكيلوغرامز، فال 25 pound ده بيبقى approximately كده 11 كيلوغرام. يبقى انت كل 11 كيلوغرام ممكن تدي الشايلد 1 كاربول، يعني لو جالك شايلد عنده 11 كيلوغرام اديله 1 كاربول. طب
هنضاعف بقى لو جالك child ب 50 pound او 22 كيلوغرام، يبقى انا ساعتها ممكن مسموح لي ان انا اديله 2 carpools maximum. طب لو انا جالي child 33 كيلوغرامز او اللي هو 75 pound 33 to 34 كده كيلوغرامز، يبقى انا ممكن اديله 3 carpools maximum. فانا rule of 25 بالنسبة لي اسهل شوية، عشان انا ببقى حافظة انه كل 25 pound 1 carpool او كل 11 كيلوغرام 1 carpool. ممكن تاخد الطريقة دي، وممكن تاخد الطريقة التانية اللي هي موجودة في التكست بوك اللي هي اللي قلناها قبليها بتاعت 4.4 ميلي جرام بور افري كيلو جرام. طيب ده عشان نبروبرلي كالكوليت الدوز وما نديش اوفر دوسج في اللوكال انستيزيا. واحدة كمان من الفيري سيريس كونديشنز الالرجيك رياكشنز. طبعا الالرجي ممكن تبقى حاجة بسيطة زي الارتكاريا او الدرماتيتس او الانجيو اديما، وممكن توصل لحاجة تبقى فيري سيريس كونديشن زي الانافلاكتيك شوك. فالالرجيك رياكشنز برضو وان اوف السيريس كومبليكيشنز لللوكال انستيزيا اللي لازم ناخد بالنا منها. البيشنتس وذ سلفا الرجي مفروض ان هما ما ياخدوش الارتكين، دي one of the contraindications اللي هم ياخدوا local anesthesia اللي هي الارتيكين. another complication من local anesthesia بتحصل هو ال vasovagal attack او السنكوب، ان الchild يفينت على ال dental chair، وده sometimes بيحصل عشان ال severe emotion distress اللي بيكون فيه الchild، فبيحصل انه بيحصل lowering للheart rate والblood pressure بتاعه، وده بيقلل blood flow اللي واصل للbrain فبيlose consciousness وhe faints. فده بيبقى حله بسيط ان احنا نرجع الchild في supine position عشان نزود blood flow للbrain. كمان من ضمن الcomplications ان يحصل paresthesia او يحصل تروما او دامج للنيد للنيرف بسبب النيدل، فهنا ما بيحصلش بقى temporary loss of sensation. الطبيعي بتاعتنا انه اللوكال انستيزيا تقعد from 3 to 4 hours، لكن البرسيستنس اوف الانستيتك سيمبتومز بيوند الاكسبكتد ديوريشن ده معناه انه حصل انجري للنيرف او تروما للنيرف، وده اللي بيسبب الباراثيزيا. one of the very common برضو complications local anesthesia، ودي most commonly بقى بتحصل يعني مع ناس كتير قوي، اللي هو post operative soft tissue injury، ان بيحصل ان child بي bite او show the lips or tongue or cheek. طبعا لما child بياخد local anesthesia بيبقى فيه numbness، فممكن هو يبقى متضايق من الاحساس ده ويبدأ يبايت او يشو lips والtongue or cheek، فيحصل traumatic ulcers، ودي most commonly ممكن تحصل في lower lip، sometimes بتحصل في التانج والأبر ليب، وsometimes في التشيك. فده حلها ان احنا usually we stress on the post-operative instructions للمذر، انها لازم to properly monitor the child until the local anesthesia the sensation بتاع النمز ده يختفي، وان هي دايما يعني تحذره ان هو يبايت على الليبس او تانجز، وتاخد بالها منه قوي، تبص عليه لو كان بدأ يعمل بايتنج على الليبس او تانجز عشان ما يحصلوش التروماتيك ألسر دي، لان دي بتبقى very common complication وبتاخد يعني about 2 weeks to heal، فما بيبقاش ليها لازمه خالص. بس يعني we properly instruct the mother وهي بتعمل monitoring للchild لغايه ما بتعدي الثلاث اربع ساعات بتاعت local anesthesia والfeeling of الانستيزيا والنمز بيروح. Thank you.